بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت والهجوم الكبير اللي تعرضت ليه السعودية بسبب إقامة موسم الرياض لعام 2023، بالرغم من الأحداث اللي بتحصل في فلسطين والقصف اللي بتتعرض لغزة والأطفال اللي بتموت كل يوم، بالرغم من كل الأحداث دي موسم الرياض اتعمل عادي والسعودية ما اهتمتش بالموضوع زي باقي الدول العربية ولا كأن في أي حاجة حصلت. ودلوقتي اتنشر عدد كبير جدا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للسعودية وهي بتحتفل بعيد الهالوين. ولو أنت ما تعرفش يعني عيد الهالوين، فده عيد أمريكي مخصص للخوف والرعب. وبعد انتشار فيديوهات احتفال السعودية بعيد الهالوين، اتعرضت السعودية لموجة جديدة من انتقادات كبيرة، وأثارت فيديوهات احتفال السعودية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكل الشعب العربي مش عاجبه اللي بيحصل في السعودية الفترة دي. وحاليا بتدفع السعودية مليارات الدولارات في المهرجانات والاحتفالات ولاعبين الكورة، والشيء ده أثار غضب السعوديين والوطن العربي بشكل عام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.